أسأل مباشرة الدكتور مراد بادي وهو المنسق الوطني للاتحاد الوطني الحاملي الماجستير والدكتوراه. دكتور بادي مساء الخير، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أحوالكم؟ لاباس الحمد لله دكتور. قل لي دكتور، بعد الوقفة الاحتجاجية البارح كان عندكم لقاء مع الوزير، أطلعنا على التفاصيل. نعم، البارحة كنا 2 جونفي 2023 كانت الوقفة الثانية اسمها الانتصار لرد الاعتبار، وكانت ناجحة بامتياز بحيث استقبلنا معالي وزير التعليم العالي كمال بالضاري، ونتقدم له بالشكر والتقدير والعرفان والإكبار على هذا الموقف الذي سيخلده التاريخ. نعم، كان قضية اللقاء أو مخرجات اللقاء في النقاط التالية، بحيث تم تقديم بشكل رسمي إلى معالي الوزير وزارة التعليم العالي يعني خطة عملية وواقعية للتوظيف المباشر عبر منافذ التوظيف التي ذكرت لك في السباق في اللقاء السابق، بحيث أنه توجد 111 مؤسسة جامعية. اقترحنا لمعالي الوزير 150 توظيف 150 أستاذ بكل مؤسسة جامعية، المجموع سيتم توظيف 16650 أستاذ حامل ماجستير والدكتوراه، وأيضا توظيف عبر شبكة البحث العلمي، بحيث أن الجزائر تملك 19 مركز بحث، 1472 مخبر بحث، وكذلك 9 وحدات بحث، بحيث معالي الوزير ولا يعترض على التوظيف المباشر بحيث يعتبر حق مشروع وقضية عادلة من ناحية القانونية. أردت أن أنبه على هذه قالها لكم مباشرة دكتور بادي، الوزير قال لا يعترض على التوظيف المباشر. نعم، معالي وزير التعليم العالي كمال بالضاري وهو مشكور يعني لا يعترض على من حيث المبدأ أنه هي قضية عادلة والتوظيف مباشر. إذن أين المشكلة؟ أين المشكلة الآن؟ الآن لا توجد حاليا لا توجد مشكلة، يعني هو استقبال معالي وزير التعليم العالي كمال بالضاري للأساتذة ممثلين حامل الماجستير والدكتوراه يعتبر مكسب، يعني هنا تتأكد أو تتجسد الجزائر الجديدة التي دعا لها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يعني سماع انشغالنا، سماع معاناتنا التي حقيقة أستاذ قادر نعاني في صمت هو مكسب. الآن كان النقاش على قضية إحنا ما نحن، يعني أعطينا خطة عملية واقعية لوزارة التعليم العالي بحيث كيف يتم تطبيق التوظيف المباشر لحامل الماجستير والدكتوراه. أستاذ قادر أردت أن أنبه على نقطتين إذا كان ممكن نأخذ كلمة. تفضل تفضل. النقطة الأولى، نحن لا نفرق بين حامل الماجستير البطال أو حامل الدكتوراه البطال، ولا نفرق بين حامل الماجستير الموظف بقطاعات أخرى والموظف وحامل الدكتوراه الموظف بقطاعات أخرى. نحن لا نقصي أي فئة، وأكدنا ذلك إلى معالي الوزير، بحيث عدد 18000 أستاذ، توظيف 18000 أستاذ يحتوي كل هذه الفئات. نقول دائما وأبدا أن حامل الماجستير والدكتوراه مكانوا في الجامعة الجزائرية، وأخبرنا وأعلمنا معالي وزير التعليم العالي ذلك. فمعالي وزير التعليم العالي أكد لنا أنه سيقدم انشغالنا وقضيتنا ومطلبنا وهو التوظيف المباشر إلى السلطات العليا في البلاد، لأنه مسألة التوظيف لا ترتبط بالوزارة فقط وإنما بقوانين الوظيف العمومي. نعم أستاذ قادر، أكد لنا ذلك بحيث أنه قال لا يمكن له أن يتخذ قرار في هذا الشأن، إنما يحتاج إلى إشراك كل السلطات أو يوصل انشغالنا إلى السلطات العليا. قلت لك هي ممثلة في السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونناشده من هذا المنبر الإعلامي أنه يا سيادة الرئيس الجمهورية نناشدك التدخل العاجل لإنصافنا وتوظيفنا بالجامعة الجزائرية. ولكن من حيث المبدأ، أنتم قمتم بالاحتجاج أكثر من مرة، ذكرت لي في المرة السابقة أن اللقاء الوحيد كان مع الأمين العام للوزارة، هذه أول مرة تجتمعوا بالوزير بالداري سيد بادي. نعم أقولها لك أستاذ قادة، لأول مرة في تاريخ النضال النخب الجزائرية حامل الماجستير والدكتوراه يستقبلهم وزير التعليم العالي شخصيا، وهذه تحسب لمعالي وزير الدكتور أستاذ الدكتور كمال بالضاري، وهذا قلت لك مكسب ويجعلنا. طيب هل عرضتم عليه وجهة نظركم فيما يرتبط بالاقتراحات السابقة للوزارة والمتمثلة ربما في توظيف في قطاعات أخرى؟ نعم، ذكرت وزارة التعليم العالي مسألة بعض الحلول وهي غير رسمية أستاذ قادة، يعني صراحة هي قيد الدراسة مشاريع، فلا يمكن لنا أن نتفاوض.
فلا يمكن لنا أن نتفاوض على قضايا غير رسمية. لو كانت قرار وزاري أو قرار رئاسي أو مرسوم تنفيذي نتفاوض عليه، وقلنا لمعالي الوزير وحتى هو أكد لنا هي تعتبر هذه الحلول التعاقد وغيره هي مشاريع قيد الدراسة لم يتم الفصل فيها. نحن أكدنا على مطلبنا الوحيد وهو الجامع لكل أساتذة حامل الماجستير والدكتوراه، حامل الماجستير، حامل الدكتوراه، حامل الماجستير والدكتوراه، الموظف والبطال وغيره. أكدنا على التوظيف المباشر وقلنا العملية بسيطة وسهلة جدا، بحيث أعطينا خطة عملية وموضوعية وواقعية لتطبيق التوظيف المباشر وإنصاف النخب الجزائرية. طيب إلى ماذا انتهى الاجتماع أيضا؟ هل هنالك خطة زمنية للالتقاء مرة أخرى بالوزير أو حتى ربما النظر فيما اتفقتم عليه في اجتماع الأمس؟ أستاذ قادة، من النقاط الإيجابية التي كانت في لقائنا مع وزير التعليم العالي وهي أكد لنا، وصراحة قلت هذه من النقاط التي تحسب لمعالي الوزير، أنه قال باب الحوار مفتوح وباب الوزارة وباب الاتصال والتواصل معي مفتوح في أي وقت، نتعاون ونتواصل من أجل تحقيق مطلبكم لأنكم تعتبروا جزائريين وحقوق الجزائري لدينا مقدس، وهي من توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ولكن سؤالي كان أستاذ أو دكتور بادي، هل اتفقتم على لقاء قريب مرة أخرى؟ لا، هو قال لم نتكلم على لقاء محدد، وقال سأوصل انشغالكم إلى السلطات العليا مماثلة في السيد رئيس الجمهورية. مفهوم. مع العلم أننا نحن قررنا كأساتذة حامل الماجستير والدكتوراه عن وقفة يوم 6 فبراير 2022 للهدف منها وهو ما مدى تحقيق مطلبي. أوكي، يعني هذه تاع 6 فبراير كنتم متفقين عليها قبل الاجتماع؟ لا، هذا يوم 6 فبراير وكان قرار اتخذه الأساتذة الحاضرين لوقفة 2 جونفي 2023. أوكي. بعد مخرجات لقاء معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ممتاز. طيب أنتم حتى نأخذ فكرة على الاحتجاج دكتور بادي، الأساتذة أو المحتجون يأتون من كل ولاية الوطن هكذا؟ نعم، الأساتذة الحاضرين للوقفات يأتون من كل ولاية الوطن، بحيث نذكر لك بعض الولايات: ولاية تمر ناصت، ولاية سكيكدا، ولاية باتنا، ولاية الغرب الجزائري تلمسان وسعيدة، وولاية الوسط الجزائري وأيضا الجنوب. فكل الولايات يعني يدافعون عن كرامتهم، عن قضيتهم، عن حقهم في إطار سلمي وحضاري وقانوني وفي إطار مسار القانوني الدستوري الجزائري. طيب دكتور بادي، معليش سؤال نسيت أن أطرحه عليك في البداية ربما كان يجب طرحه، حول هذه المنصة الرقمية اللي أعلن عنها وزير التعليم العالي خلال اجتماعه معكم، قال استحداث منصة لإحصاء الدكاترة وحملة شهادة الماجستير من أجل إيجاد آلية لتوظيفهم، وأنت ذكرت لي سواء هذه المرة ولا في بيانات سابقة أنكم تمتلكون الأرقام والإحصائيات الدقيقة، يعني هل هذا زيادة في التأكد من الأرقام أم ماذا؟ لا، هو اقتراح منصة إلكترونية لتحديد احتياجات الحقيقية لحامل الماجستير والدكتوراه بالجامعة وإحصاء بدقة حتى نعطي الرقم الصحيح، لأنه نحن اجتهاد منا كأساتذة في الاتحاد الوطني لحامل الماجستير والدكتوراه، واجتهاد منا، لسنا سلطة رسمية. فلما يأتي هذا القرار من طرف وزارة التعليم العالي يثمن، وهو شيء إيجابي لمعرفة العدد الحقيقي بدقة ومعرفة أيضا احتياجات الجامعة الجزائرية. يعطيك الصحة دكتور مراد بادي، المنسق العام أو الوطني للاتحاد الوطني حاملي الماجستير والدكتوراه، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. نتقدم إليكم بالشكر والتقدير أستاذ قادة. شكرا. ونتقدم أيضا بالشكر والتقدير والعرفان والإقبال لقناة الشروق الموقرة. يعطيك الصحة، هذا أقل واجب، سنتابع معكم طبعا هذه هذا التحرك من أجل إنصاف فئة مهمة هي الدكاترة وحملة الماجستير. شكرا جزيلا لك أستاذ أو دكتور مراد بادي.